مساء الخير، كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة مهمتنا قصف تمركز لعناصر مسلحة. عندنا بالضبط 3 أهداف. الأول هو مبنى خاص بالعناصر دي، والتاني هو كمين من عربيتين تكنيكال، والتالت هي دفاع جوي من نوع سام 9 موجه حراريا. طبعا أخطر حاجة علينا هي سام 9، بس لو حافظنا على ارتفاع عالي هنكون أعلى من أقصى ارتفاع للإطلاق، فهنقدر نتجنب خطرها. إحنا طايرين والأول مرة بF-16 دلتا، ودي نسخة الF-16 المزدوجة اللي بتستخدم عادة في التدريب، ولكن تقدر برضو تشتبك بشكل كامل. المميز ان النهاردة هعمل الطلعة دي كلها من المقعد الخلفي، واللي ما يعرفش ان في النسخة دي اثناء التدريب الطيار المدرس هو اللي بيكون قاعد ورا، والطيار المتدرب بيكون قاعد قدام، وبيقدر الطيار المدرس يتحكم تحكم كامل بالطيارة. مش معنى كده ان ده هيكون سهل بالذات بالنسبة لي، لان متعود على احادية المقعد، فده هيخلي مهمة النهاردة مثيرة. تسليحنا عبارة عن 4 قنابل GPU-12 موجهة بالليزر، و4 صواريخ سايد وايندر ام جو حراري قصير المدى، و3 خزانات وقود وبود تهديف. الجي بي يو 12 قنابل دقيقة جدا، لذلك هي الانسب في الاستخدام في المهمة دي. اوضح ان في الكابينة اولا بدل شاشة العرض الرئيسية او الهد عندنا الشاشة الكبيرة اللي من فوق، واللي بالفعل بتبين المعلومات اللي على الهد، ولكن طبعا بخلفية سودة، وده هيخلي الطيران اصعب شوية لان دي حجب الرؤية عندي. اعتقد ممكن تغيير الخلفية لرؤية ليلية او حرارية كأنه هد، بس انا لسه معرفش ده لو متاح ولا لا في المود المستخدم. برضو هنشوف 2 MFD، يعني شاشتين متعددتين الوظائف، ودول زي المقعد الامامي بالظبط من ناحية الوظيفة. كذلك ICP والDED اللي هما شاشة المعلومات ولوحة المفاتيح. ممكن نقول ان عندي تقريبا كل وظائف المقعد الامامي على الاقل اللي هنحتاجه في مهمة النهاردة. دلوقتي نظبط اجراءات القصف بتاعتنا. Air to Ground Mode، طبعا هنقصف على CCRP، وعشان اول هدف انا عايز فيه اختراق، فاختار في تيل القنبلة الخلفي. كذلك نغير صفحة الرادار الارضي بصفحة بود التهديف، وغير الستير بوينت لمكان القصف. نرجع شاشة الـ HSD ونغير كود ليزر البود، كالعادة انا بعمله 1 3 7، وكذلك اطلاق الليزر التلقائي هعمله 55 ثانية. وبكده خلصنا اجراءات الليزر. واخيرا الماستر ارم، هنلاقي النور الاخضر تحت الـ MFD الشمال نور. وبكده خلصنا كل اجراءاتنا ومستعدين للقصف. تمن ثواني، 7 6 5 4 3 2 1، بومز اواي. شاك. نلف ونرجع تاني على تاني هدف السام 9. المبنى انفجر بالكامل. سنشوف السام 9 على طرف الطريق. سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة 2 1، بومز اواي. شاك وملحقش يعمل معانا حاجة. العربيات التكنيكال في 2، اول واحدة لوك،
أربعة تلاتة اتنين واحد بوم زوي. في عربية تعدي، العربية دي لحقت ونجت بروحها قبل ما القنبلة تضرب في التكنيكال. تاني تكنيكال مولعة، ممكن نعتبرها ان هي اتدمرت برضو كده. مفيش حاجة تانية نعملها، ممكن نرجع للقاعدة. الهبوط بالطيارة أصعب بكتير مما يبدو عليه لأن الرؤية بتاعتي سيئة. المهم، فيديو الأسبوع الجاي ترقبوه لأنه مميز جدا جدا وما حصلش زيه قبل كده في القناة ولا موجود زيه بالعربي على النت. ولو حد عرف يخمن صح هيبقى تقريبا عن ايه، هيكون له عندي هدية خاصة. كذلك أنا شغال على الوثائق الجديد وعملت منشور على القناة بسأل عن توقعات حضراتكم. اللي جاي مشوق ومميز وهسعد بتقديمه. بالنسبة للهبوط بقى، أفتكر المثل اللي بيقول أي هبوط تقدر تمشي بعده وهو هبوط كويس. وأخيرا شكرا جزيلا لحضراتكم ودمتم بخير.